ركلة جزاء. ناصر صالح اليزيدي بيسجل أول أهداف اللقاء لصالح نادي تحيل اللي يتقدم بهدف مقابل لا شيء، المتصدر دائما وأبدا الذي اعتاد على تلك الأمور. ناصر صالح اليزيدي يسجل أول أهداف اللقاء من نقطة الجزاء، ركلة جزاء مستحقة على نادي المرخية وقرار صحيح وسليم من حكم اللقاء. واللاعب الذي توغل بشكل مطلوب واستطاع افتعال المشاكل في نادي تحيل الأمانة يقدم بطولة رائعة. شوف يا سلام يا سلام على مستوى رائع يقدم نادي تحيل وبطريقة جميلة وتمتع الأعين. اللاعب ناصر صالح اليزيدي يسجل هدف ثاني، يسجل هدف ثاني إلى الآن اللاعب ناصر صالح اليزيدي. شوف شوف أحمد محمد سباعي وما يقدمه من هدايا رائعة. شوف يا السلام على الكرة السابقة ليسجل من خلالها ناصر، أو نعم ناصر صالح اليزيدي، هدف ثاني شخصي له في هذا اللقاء وثاني لصالح نادي تحيل. هدفين صار. ناصر بيلعب كرة للأمام ولكن مدحت مصطفى بالخبرة الكبيرة، هذه خطيرة. الهاتريك الهاتريك بيسجلها، الهاتريك بيسجلها ناصر اليزيدي. ناصر صالح اليزيدي بيسجل الهاتريك في أقل من نصف ساعة، هاتريك في أقل من نصف ساعة يسجل اسمه بشكل ملحوظ. يا السلام يا السلام على ناصر خلفان من مرور رائع وتمرير وأسست خيالي للاعب ناصر اليزيدي الذي يسجل ثالث أهدافه في هذا اللقاء وثالث أهداف نادي تحيل. أول سيبقى يحاول وسيبقون يحاولون لاعبين المدرب يوسف فرج النوبي، تسديده ولكن تونا نتحدث ونتكلم عن محاولات ستبقى مستمرة من قبل لاعبين يوسف فرج النوبي، ومن خلال هذا الحديث يأتي هدف أول لصالح نادي المرخية. شوف يا الله، خطأ خطأ من قبل حارس مرمى نادي تحيل ليسجل ويقلص الفارق، أول أهداف نادي المرخية من لقاءين على نادي تحيل بعد لقاء أول انتهى بسداسية نظيفة ولقاء ثاني في قلت على سالمين لا زال يحافظ على الكرة، بيلعب كرة للأمام. الله عليك، يسجل نادي تحيل هدف رابع ليزيد الأمور سوءا على نادي المرخية، 4-1 لصالح نادي تحيل. يا السلام على تعديل الأوضاع، شوف طالت على سالمين في الكرة السابقة ولكن عرف جيدا كيف يجب أن يتعامل مع الكرة السابقة. يا السلام يا السلام، يسجل الآن هدف رابع اللاعب ياسين الفريد. شوف الإعادة للكرة السابقة بطريقة رائعة ويسارية رائعة، استطاع أن يدخل الكرة إلى الشباك اللاعب ياسين الفريد. 4-1 بتعود، هذه خطرة ممكن، هذه خطرة ممكن، هذه خطرة ممكن، ممكن يسجل هدف ثاني. نعم هدف ثاني نعم لصالح نادي المرخية، هدف ثاني لصالح نادي المرخية يسجل ويقلص الفارق. محمد رضا محمد رضا، شوف الخطأ في الكرة السابقة، شوف الخطأ في الكرة السابقة، استطاع نادي المرخية أن يسجل هدفين إلى الآن في أقوى خط دفاع. هل بإمكان نادي المرخية العودة؟ سؤال